أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى. مع استمرار حصار مدينة حلب وصلتنا مشاركات عن الأوضاع هناك من جهة وعن المظاهرات التي جابت مدن مختلفة نصرة لأهالي حلب من جهة أخرى. البداية مع فيديو للمساعدات التي وصلت إلى مدينة حلب حيث شاركنا عبد الحليم بكرو من تركيا بمقطع فيديو يظهر القوافل التي انطلقت من مدينة اسطنبول برعاية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وتحوي مساعدات إنسانية للمدينة المنكوبة. نتابع. ونبقى في الشأن السوري وننتقل إلى فيديو آخر، لكن هذه المرة من مدينة مونستر الألمانية، حيث نظم أبناء الجالية السورية وقفة احتجاجية بعنوان انقذوا حلب تضامنا مع المدينة التي تتعرض لقصف القوات النظام السورية والقوات الروسية. متابع. وبالانتقال إلى الصور، نبقى مع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، حيث وصلت قافلة تضم عددا من المتظاهرين إلى معبر جل وغوز المقابل لمعبر باب الهوى على الحدود السورية التركية للاعتصام تضامنا مع أهالي حلب المحاصرة. وقد أطلق المتظاهرون على القافلة اسم افتحوا الطريق إلى حلب. والنهاية مع هذه الصورة من نور شامي التي تظهر المظاهرات التي خرجت في حي تشرين بدمشق نصرة لمدينة حلب المحاصرة. وقد شارك في المظاهرة الأهالي والأطفال إضافة إلى فصائل المعارضة السورية. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية.net. ونذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.